أهلين مدام لونا، كيفك؟ تمام. تفضلي. تفضل. شكرا. طمني مدام لونا، كله طبيعي. الحمد لله. لو سمحتي بدي اسحب بلازما، فيني؟ طبعا، بس ارتاحي دقيقة شوي. شكرا. شعرك ممتاز، أمورنا بلوشي. ألف الحمد لله، وأخيرا رجع شعري تقريبا مثل ما كان بعد العلاج الكيميائي. آسيونا، فيني أسألك ليش عطوك هيك جرعة؟ المفترض كل شيء راح بالجراحة. إيه مزبوط، بس يعني الدكتور أصر إني آخذ هدول الأربع جرعات للوقاية. ما هيك يعني أنا ماني مقتنع. على كل الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا. تفضلي مدام لونا. شكرا. ولك مجنونة، معقول تفكري إني ضحكت عليكي؟ خلصيني، رجعي للعيادة. آسفة طولت؟ عادي. على فكرة رشاد، انت لازم تجيب هذا الجهاز تبع فصل البلازما. اذا انا ومرتك كتير عم بتلبك بالموضوع. بس انا ما بدي فوت بقصة سحب الدم،
متعبة شوي. حدشتك قالي؟ طيب مثل ما بدك تصطفل. بس معلش نمشي لأنه أنا كتير مستعجلة. بعد ما أخلص بدي روح السوق أجيب أغراض طبخ وروح على البيت وأطبخ. مشوار كتير طويل. ماشي. بس بدك تديري بالك من قصة الحقن. تحديداً لما تمشي تحت الشمس. إيه بعرف، لا تخاف. بك ابو ربيع، شو قصتك؟ شو قصتك انت؟ خير؟ شو خير؟ الخبرة مو ظابطة بالمرة. لا يا مدام، الله يسامحك، تازة الله وكيلك، شغل النسوان من امبارح المساء. هلا ابو ربيع لا تشتغل فيني، شلون تازة؟ إذا البقدونس خشم والنعنع دبلان والبيت انشان معسقل والبامية منقورة، أي أنو تازة؟ إذا ما عندك أحسن منه روح شوف خضرجي تاني. لا طولي بالك يا مدام، طولي بالك. أنا راح أبعتك مطرح ما بيشتغلوا النسوان ونقي على كيفك. هيك ها أبو ربيع؟ إيه. شلونك أبو ربيع؟ هاي طلبية اليوم جاهزة، تفضل. تسلم والدين. يا لطيف شو بنت حلال. عمي خدي المدام معك وخليها تنقي البضاعة اللي بدها إياها. لا لا أنا ما بدي اليوم، قصدي بعدين بعدين بمرق. اي على راحتك مدام، بكرة عندي خضرة تازة. ها اي خلص لكان، بلكي بمرق بكرة ان شاء الله. شكرا ابو ربيع، حقيني. اسمعيني نوال، مدام جوزك عم تقلي بس مالي عبر التعليق. طيب بغض النظر، نحن لازم نقعد ونحكي. أنا ناطرتك بالجدينة القريبة من هون، ضروري تجي نوال. إيه؟ هلا هي كل الطلبية يا نوال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ليش واقفة عادي؟ ما فيني اقعد. هلا بتقولي البنات برغي عند ابو ربيع؟ عادي انا بحكي لك معه، لازم نحكي ونتفاهم. عادي شو اللي بدك تفهميه؟ بدك تفهمي فهمه انت، لو لهيك ما كنت جبتيني لنحكي هون. قدي لك عم تشتغلي بالورشه؟ بعد ما تركت عياده زوجك بشي شهر. رشاد حاول يتصل فيكي ويرجعك ما؟ انا بعرف انه انت ما عم تردي عليه. ما زالك بتعرفي ليش عم تسالي؟ ما بعرف. سؤال غبي ما؟ هلا انتو كلكم النسوان اللي بخونوكم زواجكم تتغابوا هيك؟ على كل انا ما كان قصدي. وانتي المفروض تفهمي انه انا لو عندي شيء ما كنتي لقيتيني هون. اسمعي نوال، انا مو بس بحبه لرشاد، نحن علاقتنا كتير خاصة. انتي بتعرفي انه انا كنت مريضة؟ مريضة سرطان وتعالجت، وبفترة علاجي
رشاد حبني، وبفترة علاجي رشاد طلب يتزوجني. بتعرفي هذا الشيء؟ مزبوط بعرف. بعرف انك مجرد تسلعي. بعرف انه ما حبني قد ما حبك اكيد. يعني يمكن كنت حستك شوي. انت ما بتعرفي لرشاد ابدا. رشاد مانو تبع تسلاي، اصلا هو شغله كله مع النسوان، يعني لو بده يتسلى بيقدر يكون كل يوم مع وحده. ما شاء الله عليك، لا عقلانية. ما زال هيك ليش جايبتني لهون؟ يعني قصدي ليش بدك يانا نحكي؟ صدقيني نوال انا ما بعرف، انا تفاجأت اني شفتك اليوم. لا ستي، انت جاي لحتى تبيضي صفحته ولحتى تتأكدي انه ما عم يلاحقني. طيب بدك الصراحة؟ أنا جبتك لساعدك. عن جد بدك تساعديني؟ حلي عني. أنت وياه حلو عني. خلص لا توبي من توبكم ولا توبكم من توبي، شو بدك؟ أختي أنا وحدة هيك بتفهم الأمور هيك عادية. سكرتيرة، دكتور متزوج، حب يعمل علاقة مع هاي السكرتيرة اللي هي صغيرة، عادي. شو بدك أكتر من هيك كمان؟ يعني هلأ زوجي هو اللي غلطان كل الغلط وانتي مالك علاقة بشي؟ لا أنا ما هيك قصدت، بس قصدت إنه لا تتصالحوا على حسابي. بعدين حاجة تعملي علي دور المرأة العاقلة يلي مو هامة ماشي. لا تقنعيني بهذا الدور. وقل لك شغلة، حياتك لو انك مطمنة 1% ما كنتي بتجيبيني لهون ولا بتحكي معي. طيب خدي، انا لقيت حل مناسب. شوفي رسائله، شوفي كم مرة متصل فيني مالي رادة. بدك حل احسن، رح تقله قدامك، رح خليكي تسمعي كل الحكي بأدنيكي. ها جلسة الردوش يعني تقريبا بعد شي 15 يوم. كتير مو؟ ايه منساويهم 10 نكر فيها تمرتي. بكرة جاي اعمل فيلر لتمي. الافضل انك تجي متأخرة شوي. فكر لوقتها. باي. الو اهلين ابو ربيع. لا ليكني بالصيدليه. يلا يلا ما بطول. لا لا ما بطول ان شاء الله، بجيب اغراضي وبجي. مع السلامه. شو كان بدي اقول لك؟ هدول الاغراض اللي عند ابو ربيع لا تنسي تاخدي منهم لانه شغلي انا. ايه وطبخي له. نوال بدي اسألك، لازمك شيء؟ سلامتك. مصاري لازمك؟ سلام. نوال ترجعي تشتغلي بالعيادة؟ بصير درتك تقبلي؟
مليان حبيبتي. ايه رشاد كيفك؟ انا بالجنان عم غير جو، تعال خدمي. خير فيك شيء؟ لا لا ما فيني شيء. انت قد بدك وقت لتصير عندي؟ شي 10 دقائق. يلا لا تطول ناطرتك. ما بعرف إذا هالبنت ظلمتني ولا أنا ظلمتها ولا رشادي اللي ظلمنا نحن التنتين. يا رب دخيلك لهيك حكيت للمخلوق. للأسف معها حق، بكفيني أعمل دور المرأة الغبية بس لأني مو حابة صدق إنه رشاد فعلاً عم يخوني. لا نحية اللي حكيتها وقعت معه، بركي هيك توجه رشاد على حقيقته. شغلة واحدة صرت متأكدة منها كتير منيح، إنه رشاد هو علاجي الوحيد، ومع إني عم انجبر كل فترة إني اهتم ببطلة جديدة بحياته بس برجع بنجح وبتنتهي القفلة عندي أنا وهو بدون ولا بطلة منه.